السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونصلي ونسلم على سيد خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. العدل هو أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، وإذا اختل ميزان العدل بيختل كل شيء. والعدل على رقاب جميع العباد، ما فيش حد يتخلى عنه ولا يبعد عنه أبدا، ما ينفعش. كل من هو في خلق الله يبقى عدل الله لازم يقام عليهم، عشان هو ده اللي بيصلح به أمر السماوات والأرض، بتقوم به كل الخيرات. وبعدين إذا انتقد وإذا اختل كل شيء بيختل في الكون. لو العدل كان قائم ما كانش في أي داعي لقيام الصوا، وما كانتش قامت ولا كان يبقى في صوا مطلقا، وما كانش حد محتاج صوا. لو العدل قام ما كانش الانتخابات كلها 2005 و2010 اتزورت، ما كانش حقوق الناس وأعراضها وأملاكها وكل شيء لها، كل حق وكل ملك وكل شرف وكل نفس ما كانش ضاع. كل الناس دول طلعوا واشتكوا وتقاضوا وضاعت حقوقهم تماما، كلهم ما وجدوا حقا، عشان كده قامت الثورة. لو كان العدل قائم كانش في أي داعي للثورة. ثورة ليه؟ أي داعي للثورة. ثورة ليه؟ ما العدل قائم، كل واحد بيتخذ منه حقه، حاكم أو محكوم، وكل الناس أمام العدل سواء. سيدنا عمر يجيب مين؟ يجيب والي مصر سيدنا عمرو بن العاص وابنه، عشان يستوهم ويبدأوا يحاكمهم مع مين؟ مع واحد قبطي من الرعايا بتوعهم. وبعد ما يحق الحق يقول له اضرب ابن الأكرمين، فياخد حقه منه. من ابن مين؟ ابن عمرو بن العاص. بعدين يقول له اضرب عمرو، فما فعل ما فعل إلا بملك أبيه، عشان ملك أبيه اللي أواخ يعمل كده. سيدنا علي أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين القاضي يجيبه ويقول له ساوي خصمك يا أبا الحسن، فيزعل سيدنا علي، مش عشان يساوي خصمه، عشان القاضي ندى لخصمه باسمه، وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وجل من شأنه، قال له يا أبا الحسن، فيغضب سيدنا علي ويساوي خصمه. ويحكم القاضي على مين؟ على أمير المؤمنين، حتى إن الرجل اليهودي سبحان الله فزع، مش مصدق، مش متخيل ان الاسلام عدلته توصل ان القاضي يساوي بينه وبين امير المؤمنين ويحكم له دون امير المؤمنين. فالرجل يعود الى الصواب وينطق بالحق، هي دي العداله. انما لما يجي وقت واحد ويجي القضاه ويسيبوا واحد زي الزندي يتكلم باسمهم ويطلع يقول ما فيش رقابه على القضاء، ما فيش لا جهاز مركزي محاسبات ولا غيره يحاسب قضاه. وبعدين تعالى بعد كده بقى اشتكي اي قاضي، اسوأ حاجة ان يكون الانسان خصم وحكم. مين اللي هيحاكمه؟ قاعدين مطمئنين. يجي واحد تاني ان ما كانش قريب وحبيب وصديق، هو اللي هيجي ايه؟ هو اللي هيجي يقاضيه، ويقول لك اللي مش عاجبه اي حكم يبدأ ينقضه ويبدأ يقدمه. هيقدمه لمين؟ الحمد لله فيه فعلا، فيه الحمد لله فيه من القضاة، فيه الشرفاء، وفيه العظماء، وفيه الناس الأسوياء اللي بنأمل في وجه الله عز وجل أن يكون الخير على أيديهم. ولكن المعضلة، وليست على الله بمعضلة، إن يبقى الإنسان خصم وحكم. هو الخصم هو الحكم. تيجي تشتكي لمين؟ سنشتكي إلى الله عز وجل، نشتكي إلى الله، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونستعيذ بالله مما استعاذ عاد منه النبي صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بنعود بحضراتكم وبنتكلم وبنواصل كلامنا. بدأنا نتكلم عن أمراض الصيف، وقلنا أن أكتر جهاز بيبدأ معانا وبياخد اليد العليا في الصيف الجهاز الهضمي. وقلنا من الجهاز الهضمي أكتر حاجة كانت بتاخد ودايما وبنشوف حالاتها كتير قوي الاضطرابات الهضمية، وأشد حاجة فيها النزلات المعوية. واتكلمنا إن النزلات المعوية
خطر عظيم جدا خصوصا على أطفالنا. وقلنا أن أعلى معدل وفيات على مستوى العالم بعد التهابات رئوية هي النزلات المعوية، عشان كده ننتبه إليها. والآباء نفسهم والأمهات بيبقوا في غاية القلق أول ما يشوفوا أعراض النزلة المعوية، اللي قلنا هم أكتر حاجة بتلفت الأنظار وأكتر حاجة بتاخدنا وتنبهنا القيء والإسهال. بس اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إمتى القيء والإسهال يبقى بعيد تماما على إنه يبقى عرض من أعراض النزلة المعوية. قلنا كل الأسباب اللي ممكن يبقى فيها قيء وإسهال وبعيد تماما عن النزلة المعوية. ولما بنعالج السبب أو نصلح الخطأ بفضل الله عز وجل ما بنشوفش أي تطور لا في القيء ولا في الإسهال. ولكن إمتى بقى القيء والإسهال؟ يبقى قيء مرضي وإسهال مرضي، ويبقى فعلا ده عرض من أعراض النزلة المعوية. بنيجي على الإسهال، القيء المرضي، القيء المتتالي المتتابع اللي بنشوفه على الطفل، الطفل بيجيب كل بطن، حتى ممكن الطفل خلص كل ما عادش بطنه كل ما فيها فارغ، ومع ذلك بيحاول الأم تقول الطفل بيتبوع على الفاضي وعايز يرجع ومفيش حاجة في معدته. قيء بقى حاد ومتتالي ومتتابع. طيب الإسهال، دايما بالإسهال بنقول ودايما نسأل الأم الأول زي ما كنا بنتكلم المعدل الطبيعي بتاع الطفل كام؟ نعرف المعدل الطبيعي بطبيعته. أول ما العدد يزيد من مرتين لغاية أربعة عن طبيعة الطفل ويبقى القوام بتاع الإخراج سايل، حس إنه لو الطفل بيعمل في إناء بياخد شكل إناء، يبقى ده أصبح إسهال مرضي. الطفل كان بيعمل اتنين بقى يعمل أربعة وخمسة وبقى سايل خالص، فده بيبقى نبدأ نقول إن ده قيء مرضي وده إسهال مرضي وده عرض من أعراض والحاجة اللي بتنبهنا للنزلة المعوية. ممكن الطفل يبدأ بقيء، ممكن يبدأ بإسهال. النزلة المعوية اسمها جاستروإنترايتس، يعني معدية معوية. لو كان الاضطراب شديد في المعدة وامتلاء المعدة هيبدأ الطفل بالقيء، بعدين ولما نلاقي القيء مرضي بنبدأ ننبه الأب والأم ونبدأ نقول لهم احنا منتظرين ان الطفل يبدأ يعمل إسهال، وبيكون فعلا وده اللي بيحصل ان يبدأ يعمل كده. ويبدأ نشوف الطفل اللي بدأ بقيء شديد وبقى قيء فعلا كعرض من الأعراض بتاعت النزلة المعوية بدأ يعمل إسهال. بنقول النزلة المعوية هي دايما التهاب في الجهاز الهضمي، والتهاب ده ممكن يكون سببه بكتيريا أو فيروس أو طفيل أو فطة. أي حاجة من دول تنشط نشاط غير تنشط في الجهاز الهضمي تبدأ تعمل التهاب في الجهاز الهضمي. ولكن حدة بقى القيء والإسهال بيتفاوت حسب شدة وحدة وكثافة السبب، سواء كان بكتيريا أو فيروس أو طفيل أو فطر، حسب الكثافة بتاعته وحسب شدته وحسب نوعه. كل نوع حسب الحدة والشدة بتاعته بيبدأ يتفاوت أنواع القيء والإسهال. ممكن يبقى سبحان الله الإسهال بسيط والقيء شديد والقيء هو اللي شديد، أو العكس، أو يبقى ده وده الاثنين بادئين بصورة بسيطة جدا. ممكن الطفل يسخن ما دام في التهاب وفي نشاط وفي باثولوجي موجود في الجهاز الهضمي، وممكن طفل ما يسخنش ويبقى بس الاضطراب وما وصلش لدرجه ان الطفل يبدا يسخن معانا. بنبدا نقول النزله المعويه، في نزله معويه بسيطه هتلاقي اسهال بسيط ثلاث لاربع مرات واخد طبيعه الاسهال السايب اللي بياخد شكل الاناء، او تلاقيه بيسيل من الحفاضه وتلاقي كميته كبيره. القيء ممكن يبقى بسيط او ما يبقاش موجود ساعات، ويبقى الاسهال هو العرض الموجود في النزله المعويه البسيطه دي. ممكن الطفل يبقى سخن خفيف، سخونيه خفيفه، او ممكن ما نحس حتى السخونيه بتاعته. المشكله ان النزله المعويه تبقى حاده ونسميها سامه، اسمها توكسيك، يعني نسميها يعني نزله معويه حاده وسامه، هنلاقي اسهال شديد الى ابعد حد لدرجه انه ما يتعدش. نسال الام عملت ايه، مش قادره تعد العدد، عدد كبير جدا ملوش حد. القيء متتالي ومتواصل لدرجة ان الطفل خلص اللي في معدته وبدأ يتقايا بشدة وبحدة حتى على الفاضي. هنلاقي فيه ارتفاع في الحرارة عالي جدا، كل ما يكون النشاط شديد والمكروب شديد هنلاقي ارتفاع جامد قوي. حتى الناس سبحان الله رب العالمين في القيء والإسهال الأم تبقى تعجب تقول لك الطفل ما خدش حاجة وعمال يتقايا، الطفل بطنه فاضية وعمال يعمل إسهال، لدرجة إن الإسهال بقى إيه، أصبح بقى عامل زي المية، عامل زي مية الحنفية، وهي دي أشد خطورة عندنا على الجسم
وعلى كل الأعضاء الحيوية في جسم الطفل إن يبدأ يسحب من السائل الخلوي، من سوائل الخلايا في الإسهال بتاعه. بطنه خلاص كل اللي فيها بشكل البراز المعتاد اللي احنا عارفينه بدأ ينتهي بكل ألوانه، إن كان مخدر مصفر أي نوع لون من الألوان بدأ، وبدأ الإسهال يبقى وطي، بقى عامل زي المية. وكذلك القيء، هو ده سبحان الله رب العالمين اللي بنبدأ نقلق منه جدا، وهو ده اللي بيعمل لنا خطر شديد قوي قوي عند الطفل، إن الطفل يبدأ بعد القيء والإسهال يلاقي أطرافه بدأت تبرد، بيبقى ضعف جامد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في الدورة الدموية الطرفية، لأن الجسم بدأ يسحب الدم من كل الأطراف عشان يبدأ ينشط كل الأعضاء الحيوية زي المخ والكبد والكلى وما إلى ذلك، دول عايزين يسحب منهم وعايز يفضل محافظ على الحيوية بتاعتهم. مشكلة كبيرة إن الطفل يبدأ يدخل في الجفاف، وده أكبر عرض وأخطر عرض عندنا من أعراض النزلات المعوية، إن الطفل يبدأ يدخل في جفاف. ونلاقي الجفاف عايزين دايما نحاول دايما بنقول للأم كل ما نكون بدري وكل بفضل الله ما نيجي وما نتأخرش عن الطفل وما نستناش لما يبدأ يوصل لأي درجة من درجات الجفاف، وبنسابق الزمن في الوقت ده عشان نبدأ نعالج الطفل ونبدأ نعوضه عن السوائل اللي بيفقدها بحدة وبشدة، وبيدخل فيها وما يدخلش في أي درجة من درجات الجفاف، لأن الدرجة لما بتعلى معانا بنلاقي مشكلة في كل حاجة. في درجة الجفاف، أعراض الجفاف اللي دايما بنشوفها حتى الأم بتبدأ تلاحظ إن في انخساف في فتحة الرأس العلوية، في فتحة في الرأس بتبقى طبيعية عندنا، الطفل بيبقى مولود الطبيعي عنده فتحة بمقدار 3 أصابع، بعرض 3 أصابع. تبدأ الـ3 أصابع دول كل 6 شهور بيقفل منهم صباع، لغاية من سنة ونص لسنتين ممكن المنطقة دي تبدأ تتقفل تماما بالعظام. المنطقة دي الأم شايفاها مستوية، تبص تلاقي المنطقة دي بقت غائرة، بقت عاملة زي يكون حفرة في دماغ الطفل، حفرة موجودة وحاجة ساقطة كده. هتلاقي الأم تقول لك الولد عينه غارت، يعني فعلا تلاقي الطفل من السوائل بدأ عينه تغور وعينه تغطس وبقت غيرة عن مش طبيعتها كده خالص. هتلاقي في جفاف جامد جدا في الفم واللسان، والطفل عطشان جدا وملهوف على المية إلى أبعد حد، ودي علامة صحية جدا، وعايزين نستغل لهفة الطفل ولهفته على المية عشان نبدأ نديله السوائل اللي تبدأ تعوضه عن السوائل اللي عمال يفقدها من فوق ومن تحت في القيء والإسهال. هنلاقي الطفل بدأ التبول عنده يقل او ينعدم تماما، ممكن ينعدم، تقول لك الطفل طول النهار ما عملش ميه، بقاله يوم بقاله يوم ونص ما عملش، طيب ما هي السوائل خلاص، السوائل عماله تنزل، المثانه كلها ما فيش اي بول او اي سوائل بتتجمع في المثانه او موجوده عشان الطفل يعملها، يبقى البول بيقل او ينعدم تماما. هتلاقي بعد كده الطفل بدا يقل وزنه، وهي دي الدرجات اللي بنقيس عليها درجات الجفاف اللي الطفل بيوصل لها. الطفل أول ما يفقد من 5 لـ10% دي أول درجة من درجات الجفاف. الدرجة الثانية إن يفقد من 10 لـ15% من وزنه. الدرجة الثالثة وهي الأخطر إلى أبعد حد، إن الطفل يفقد من 15 لـ20% من وزنه. حاجة كتيرة جدا وحاجة خطيرة جدا إن الطفل يبدأ يفقد كل الكمية دي من وزنه، وده شيء بيقلقنا جدا، حتى الطفل نفسه. الطفل هيبدأ يدخل، ممكن الطفل اللي واعي ويبدأ وكان نشط معانا وكان ملهوف على المية يبدأ يدخل في حالة همدان وفي حالة ارتخاء جامد جدا، لدرجة ان الاستجابة بالعلاجات العادية لما يوصل الطفل لدرجة عالية من درجات الجفاف بتبقى صعبة جدا، وساعات بتبقى مستحيلة. عشان كده بنقول عايزين على طول نبادر، وعايزين ما نتأخرش، وعايزين كل ما نكون بدري قبل ما كل الأعراض اللي قلناها ديت نبدأ نشوفها جت في الطفل. انخساف الرأس اللي بنشوفها، غوران العين، جفاف الجلد، الجلد كمان يبقى جاف جدا، والجلد ما عادش يفقد الإلاستيستي اللي هي المونة بتاعته، بحيث انك تيجي على بطن الطفل الطبيعي انك لما تشد جلده لفوق يرجع تاني في الحال لمكانه.
الطفل بقى اللي دخل في جفاف تشد جلده، يفضل جلده معلق في الهواء متني ومعلق في الهواء زي ما انت كده زي ما انت شديته، وما يرجعش الا بمنتهى البطء ان ما كانش يفضل بنفس الوضع ده لفتره طويله. كل الاعراض ديت مع الجفاف لهفه الطفل على الميه، والمشكله يبدا بقى الطفل بيفقد من السوائل، والام تقول مش عارفه الميه والاسهال ده جاي منين، نقول لها ده اخطر شيء انه جاي يبدا يسحب من سوائل الجسم. السوائل اللي جوه الخلايا اللي بتبدا اما نبدا نسحبها نعمل اضطراب في الايونات، واضطراب الايونات ده اللي هو اخطر شيء على الجسم واخطر شيء على كل الاعضاء الحيويه زي المخ والقلب والكلى والكبد. كل دولت بيحصل فيهم اختلال الايونات اللي نتيجه اللي بتطلع مع السوائل المفقوده هي اللي هتبدا تعمل لنا الخلل الفظيع في كل الاعضاء الحيويه دي. طب هنبدا نشوف نبدا ندي للطفل، عايزين نعوض الطفل في الحال وباسرع ما يكون. واول حاجه بنقولها للام اللي ممكن تعملها قبل ما تصل الى الطبيب او يصل اليها الطبيب، اول حاجه تبدا تديها عايزين نعوض الطفل عن السوائل. اي سوائل ممكن نديها له هتفيدنا جدا الى ابعد حد، ولكن اكتر حاجه ممكن تفيد الطفل وتساعدنا ان نبدا نديله محلول الجفاف. محلول الجفاف بيقولوا قالوا انه من اعظم الاكتشافات بعد البنسلين هو محلول الجفاف. الجفاف بسيط ويسير ورخيص جدا واكتشاف عظيم الى ابعد حد. طب ناخد الاتصال ده وكمان. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الله يسلمك ويبارك فيك. لو سمحت يا فندم بس انا كان عندي استفسار. اتفضل. هو انا ابني لسه جاي عندي طفل صغير عنده 3 شهور. اي فندم. كل ما بيجي بيرضع من والدته بيجي له قيء واسهال، يعني ما بيقبلش الرضاعه الطبيعيه. اه. فروحنا كشفنا عليه، كتبوا لنا على نوع لبن معين حضرتك بنجيبه من الصيدليه. ايوه. هو اللبن ده هو بيتقبله عادي بس مش بيتقبل صدر امه. اي فندم. هو ده ميكروب حضرتك ولا ايه؟ انا طب حضرتك القيء والاسهال من اول بعد الولاده على طول كل ما يرضع يحصل له قيء واسهال؟ اه يا فندم. كل ما ياخد يعمل قيء واسهال؟ اه هو كل يعني بعد الرضاعه الطبيعيه بيحصل له القيء دوت او ساعات اسهال يعني. طب حضرتك القيء بيبقى قيء شديد وبيجيب كل اللي في بطنه؟ اه يا فندم. طب والاسهال؟ الاسهال برضه بيبقى شديد. طب ما وصلش ان الاسهال يبقى اسهال فيه اي دم او معرق بدم؟ لا بيتهيأليش. مفيش. والطفل في بعد 3 شهور حسيت ان وزنه زاد ولا ما زادش؟ لا ما زادش. ما زادش. وطول الفتره ديت كان بياخد سيدي امه برضه يحصل له قيء واسهال ولا بدات تديله اللبن من مده؟ اللبن حضرتك احنا يعني الموضوع ده ما بداش في البدايه خالص، هو بدا بعد في اول الشهر الثالث. في اول الثالث. طب وطول الثلاث شهور الولد كان بنفس الاعراض دي وبحده كده؟ اه يا فندم. وكان بيستجيب لاي ادويه ولا لا؟ لا هو ما خدش علاج، احنا ما ادينالوش علاج حضرتك، بس واحنا الدكتور كشف عليه قال هو ما فيهوش حاجه، بس كتب على العلاج دوت وقال لازم على الدواء دوت وقال لازم يعني اللبن وقال لازم يشرب اللبن ده. طيب مع اللبن قال لك انه توقفه الرضاعه كلية ولا لا؟ الرضاعة الطبيعية قال لو تقبلوا ماشي، انما لو ما تقبلوش وحصلوا نفس الاعراض خليكم مستمرين على اللبن. طيب يا فندم تابعني وانا هرد على حضرتك ان شاء الله رب العالمين. الطفل طبعا اللي بدأ في عندنا من ضمن الموانع اللي فعلا اللي بتحصل مشاكل في الرضاعة الطبيعية ان الطفل يبقى عنده حساسية للبن الأم. الحالة اللي بيقولها السائل الطفل كل ما يرضع يحصل له قيء شديد، يحصل له إسهال شديد، وممكن الإسهال زي ما كنت بسأله يوصل لما يبقى إسهال دموي، لما يكون شدة الحساسية شديدة جدا جدا للطفل اللبن بيحصل فيه تفاعل اما بياخدوا لبن الام بيبدا يعمل اسهال، والاسهال ممكن يبقى اسهال دموي يبقى فيه دم. واحنا حتى بنعمل على طول اول ما الام تبدا تقول لنا كده نبدا نوقف الرضاعه لمده 48 ساعه ونبدا نعاودها تاني ونشوف نفس العرض هيرجع ولا لا. كده بنتاكد من التشخيص ان في حساسيه للبن الام، درجات متفاوته ساعات بتبقى شديده لدرجه ان الاسهال يبقى دموي وغلطوا في الحل دي على طول بنوقف الرضاعه الطبيعيه ونبدا ندي لبن
مناسب للطفل لسنه والعمر يبدأ ماشي عليه، وهنا بنوقف الرضاعة كلية. طبعا بالنسبة للطفل ده برضه في درجة من درجات حساسية للبن الأم ممكن ما تكونش شديدة جدا، لأنه بقاله 3 شهور برضه أكيد بياخد كمية وكمية، بيفضل له أي كمية بيستفيد منها. طيب ناخد الاتصال ده ونكمل إن شاء الله. اتفضلي يا فندم. ألو؟ أي اتفضلي يا فندم. ماشي اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور. الو ايوه اتفضلي، سامع حضرتك، اتفضلي يا فندم. دكتور لو سمحت، انا اخويا مش بيرد هياكل خالص. يعني سن قد ايه حضرتك؟ سن 3 سنين. كام؟ 3 سنوات. نعم. طب هو ضعيف ولا بنيته عاديه؟ لا هو يعني عادي مش ضعيف، بس برضه يعني لما اجي مثلا بنغصب عليه عشان ياكل حاجه ما مش بيرد ياكل. بالعافيه لما بياكل مثلا معلقتين حاجه او نقطع له او ياكل زبادية بالعافيه. طب انتوا حضرتك بتدي له حاجات حلوه كتير وشوكولاتات وملبسات وحاجات من دي ولا لا؟ هو بيشبط في الحاجات دي دايما، انا دايما بمنعه عنها بس على طول بيعيط، ولما اخدهاش ما بي انما بتدي له منها كميات كتير؟ لا مش كميات كتير ولا حاجه، بس هو عنده ياكل الحاجات دي لكن ما ياكلش الاكل التاني يعني. ايوه انما الولد زي ما بس حضرتك عنده ضعف عام ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش، بس عايز اعرف بس لو فيها. انا برضو اديت له وجبت له دواء من الصيدليه ان هو فتح الشهيه. برضو ما ماشي معايا يعني، ممكنش حتى بياخده بالعافيه يعني. طب الولد نشيط ونشاطه كويس ولا لا؟ بيلعب وبيحب يتنطط. وانت ما تعرفيش وزنه قد ايه وهو عنده 3 سنين كده؟ لا ما اعرفش، بس كنت عايز طيب. اعرف بس لو فيه دواء او حاجه تانية غير اللي انا اديتها له دي تنفع ولا. حاضر يا فندم، انا هرد على حضرتك، تابعيني حضرتك ان شاء الله. ماشي يا فندم. بنرجع للسؤال الاول وبنقول ان الطفل لما بنلاقي ان فيه فعلا في حساسيه للبن الام بنبدا نوقف الرضاعه كليا. فطبعا زي ما الدكتور قال بندي اللبن الصناعي ويبقى هو الاساس، نبدا ندي اللبن لو فعلا لسه صدر الام ولبن الام برضه بيعمل نفس المشاكل عند الطفل. طبعا يبدو ان الادويه لو في حساسيه الادويه حتى ما بتجيبش نتيجه، انما ما بيكون اي اضطراب تاني ما بندي دواء يثبت المعده بيثبتها، دواء يقلل حركه الامعاء ويقلل الاسهال بيقل، انما لما يكون النتيجه ان في درجه حساسيه من لبن الام في الحاله دي الاضطراب بتاع الجهاز الهضمي بيبقى شديد جدا، وعايزين نوقف هذا الاضطراب عشان حتى الطفل بفضل الله يبدا يستفيد من اللبن الصناعي اللي هندهوله. وساعات بنبدا ندي انواع معينه من الالبان زي اللاكتوز فري والكلام ده نبدا نديه للطفل ونبدا نظبط له الجرعه، ولكن بنقول ايه لو ان شاء الله للسائل ان اللبن بتاع الام لو عامل لنا نفس المشكله يبقى مع الاسف هنوقفه ونبدا ندي اللبن الصناعي ونبدا نركز عليه ونبدا ندي الجرعات اللي تشبع الطفل بالرضاعات الكامله ويكمل على كده ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يعافيه من كل سوء. السؤال الثاني للطفل اللي عنده 3 سنوات وبيسألوا ان هو اكله ضعيف جدا. انا كنت بسألها دايما وبقول طبعا من الحاجات اللي بتقلل اكل الطفل، اول حاجة الطفل لو عنده ضعف عام او عنده اي مشاكل في الجهاز الهضمي، عشان كده دايما لما بيجي طفل بنشوف مستوى وزنه كويس ولا لا وماشي مع سنه، وبنسأل على حيوية الطفل ونشوف الطفل اللي عنده ضعف عام اللي عنده انيميا من الاعراض الجانبيه انها بتقلل الشهيه جدا، عشان كده بنطلب نعمل صوره دم للطفل، بنعمل تحليل براز ده اساسا نعمله، نشوف الطفل بطنه كويسه، في عنده سوء هضم جامد، عنده اي حاجه من الطفيليات من الديدان، كل دي بتبقى المعوقات اللي بتعمل اضطراب وتقلل شهيه الطفل. طبعا من العادات السيئه اللي بسال عليها وكنت بسالها ان الطفل نبدا نديله حلويات طول النهار، طول النهار ياخد شوكولاته وملبس ومصاصه وعمال طول النهار، كل الحاجات ديت بتعمل بتيجي بتثبط مركز الجوع عند الطفل تماما، الطفل بطنه فاضيه ومش حاسس بجوع، وعمال عشان ما يرضي الطفل وما يزعلهوش ما بيبطلش طول النهار يدوله الحاجات ديت. الحاجات دي الطفل بياخدها عادي، يبقى تلاقيه طول النهار عايش على شويه ملبس وبونبوني وشوكولاته وجلاتي وبيبسي وكلام من ده، ويجي لغايه الاكل مركز الجوع مش نشط تماما، احنا مشبعينه وقافلينه عشان الطفل يجوع، لا الحاجات دي بنديها بمنتهى الحكمه وما نكثرش منها ونقلل منها ونبدا ننظم للطفل الاكل بتاعه بوجباته، لان هو ده الاساس اللي الطفل هيطلع ويبني جسمه عليه في الفتره ديت. ومهم قوي ان الطفل يتغذى كويس جدا، وكل
طيب ناخد الاتصال ده ونكمل. اتفضلي يا ام محمد. لو سمحت يا دكتور، انا عايز اعرف ابني دلوقتي عنده 3 شهور، وعايز اعرف هو هياكل ايه دلوقتي، وهو بيرضع على طول لما بياخد مني اللبن. طيب هو بيرضع طبيعي ولا بيرضع ايه؟ الدكتور اللي انا كنت متابعه معاه قال لي اديله شويه لبن مع صدر، لان صدري مش مكفي. انما بتديله ايه، لبن صناعي ولا لبن ايه؟ لا لبن بقري بس خفيف، بخففه له بميه. لبن بقري، انما ما خدش اي حاجه تاني. والولد وزنه كويس وحجمه كويس ولا لا؟ طيب ماشي. طب خلاص كده السؤال وصل. بنقول للطفل اللي عنده 3 سنين عايزين نعمل له تحليل عشان نطمن، وعايزين نغير النظام بتاعنا في التعامل معاه في الاكل عشان الطفل يبدا ياكل. الطفل لو بدا يحس بالجوع هيبدا يستجيب، ودايما الوجبات بتاعته تبقى منظمه. في طفل ملوش وجبه جامده، مش هنقول فطار وغدا وعشاء، لا. الطفل فيه اطفال فعلا متعبين في اكلهم، فنبدا ناكله بنظام التجميع، يعني نديله حاجات قليلة على فترات طويلة، ونيجي يقعد ياكل في كوباية زبادي مدة كبيرة والأم تحايله، في شوية شوربة شوية رز أي حاجة، ولكن مع إن الطفل بيطول في الأكل والأم تقعد تقول بقعد بالساعة عشان أخلص له، ولكن بنيجي على آخر النهار لو جمعنا نلاقي الطفل خد كمية كويسة جدا ومجموعة الحاجات بنوعيتها كويسة، ونقول بفضل الله، مع إنه فعلا تعب الأم في الأكل ولكن جمعت كميات كويسة بالنوعيات اللي احنا عايزينها، اللي فيها كل الفيتامينات وكل الأملاح وكل البروتينات والكربوهيدرات والنشويات، كل الحاجات اللي احنا عايزينها موجودة في نوعيات الأكل اللي خدها وبالكميات اللي خدها، مع انه خدها بصعوبة. بعد كده الطفل بفضل الله كل شوية بيغير طبيعته، كل شوية يستجيب، ولكن نغير العادة ونشوف أي حاجة فيها عائق في الطفل، سواء عنده ضعف عام، عنده نسبة أنيميا عالية، اي حاجه في بطنه فيها مشكله، في عنده سوء هضم جامد، انتفاخات، غازات، طفيليات، ديدان، كل دي معوقات اللي بتقلل اكل الطفل. ام محمد اللي بتقول عندها طفل عنده 3 شهور وبتسال من دلوقتي تاكله ايه، بنقول لمحمد طبعا ده مش سن طفل ياكل فيه مطلقا، واحنا دايما كل الناس ان بنبدا الاكل الخارجي بعد 5 أو 6 شهور، مش اقل من كده ابدا، ويبقى بحكمه. حاجة تانية بتقولها وفيها خطأ جامد كبير قوي، انها بتديله وبتساعده، هي بتديها سدرية. طب بتساعده بإيه؟ بتساعده بلبن بقري. طيب ناخد الاتصال ده وبعدين نكمل مع أم محمد. اتفضلي يا أم مصطفى. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده. أيوة. وقلت لك إن ابني عنده 3 شهور وعنده ديدان. عنده إيه يا فندم؟ ديدان. ديدان، بتشوفي شكل الديدان ونوعيتها رفيعه الدبوسيه دي ولا وبعدين ايه؟ وبعدين الدكتور كتب له دواء ضيعها وحللته تاني ما لقيتش عنده، بس أيوه. كان في نسبه صديد بسيطه، خد مضاد حيوي وصح. ايوه. بس على طول يا دكتور يفرق كده ويجي على جنبه اليمين كده ويفرق. طب انت عملتي تحليل وعملتي الديدان كان نوعها ايه، دبوسيه ولا ايه يا مصطفى؟ لا يا دكتور والله مش عارف، بس هي ديدان، وعملت له بعد كده اللي خد الدواء بتاعها عملت له نسبة صديد، خد مضاد حيوي صح منها، عملت له لقيت نسبة الصديد خفت منه، بقت من 10 ل 20. انما الدكتور ما قالكيش مع الديدان تدي لكل العيلة والاخوات والكلام ده ولا لا؟ وديت لاخوه الصغير شربة برضه. ايوه. لان قال ان هو خد العدوى من اخوه. ايوه يا فندم، ايوه. وبعدين يا دكتور كل ما يجي يرضع يفرك كده، يفرك ويعيط ويروح سايب صدر على طول. بس الصدر كويس وفيه لبن وكله كويس خالص يا دكتور، اللي بيجي بيشبعه ان يكون صدر، هو اللبن اللي في صدر هو اللي يكون بيضره، مش عارفه والله يا دكتور. لا طب الولد وزنه كويس وحجمه كويس ولا لا؟ كويس خالص والله يا دكتور، بس مش عارفه ليه كل ما يجي يرضع يفرك، كل ما يجي يرضع ويمسك صدر يفرك. طيب ماشي يا مصطفى، تابعيني ان شاء الله وارد على حضرتك. بنرجع لمحمد اللي الطفل عندها 3 شهور بتقول انها بتديله لبن بقري، بنقول ما ينفعش ندي اي لبن طبيعي غير بعد سنه على الاقل، والناس في كل المؤتمرات العالميه وكل كتب ان اللبن ما ينفعش غير بعد سنه، وفي ناس بتقول لا بعد سنتين. طب هي بتقول انها بتخففه، بتخففه بيفضل بنفس التركيبه بتاعته، تركيبه ما بتتغيرش مطلقا مهما نخفف اللبن، اللبن الطبيعي اللي هو البقري او الجاموس اللي ممكن اللي بنديله ان احنا الكبار كلنا بناخده وبنشربه، ما ينفعش الطفل غير بعد سنه على الاقل. طيب الناس بتقلق ليه؟ بنقول ان اللبن الصناعي ماخوذ من اللبن الطبيعي، ولكن معمول عليه بفضل الله عز وجل تكنولوجيا كبيره جدا، ومعمول جهد كبير انهم يبداوا يخلوا المكونات الموجوده في اللبن ده، اللبن اللي هو اللي جايبينه ده، اقرب ما يكون الى مكونات لبن الام.
نفس النسب اللي موجوده. عشان كده بنقول ان اللبن الطبيعي اما نديه للطفل ده مش كويس، ده مهيئ لنمو جسم ومخ حيوان، والطفل في الوضع ده مش عايزين نديله اللبن بالتركيبه اللي موجود فيها ده، مش هيبدا يتفاعل ويبدا يقاوم اي حاجه فيها غير بعد سنه على الاقل. ما نديش اللبن الطبيعي غير اقل شيء بعد سنه، انما اللي مناسب له ان نجيب لبن صناعي اللي هو موافق لسن الطفل، اللي هو كل الالبان اللي رقمها واحد بنديها لغايه 6 شهور. بعد 6 شهور بنغير اللبن، بندي تركيبه ثانيه اللي هي كل الالبان اللي رقمها 2، ودي بتقعد لغايه سنه وممكن وبعد سنه، وفي البان برضو نوعيات بنديها بعد سنه وبتمشي معانا لغايه سنتين. فالام ما مستعجلش على الاكل الخارجي غير بعد 5 شهور كاملين، وله نظام وله نوعيات وله دايما حاجه بنبدا ننظمها ونقولها الام ايه اللي الطفل ياخده، نظام التدريج، الاكل يبقى سهل ويسير وخفيف، والنوعيات بتبقى قليله، ونبدا نزودها ونبدا نعود الطفل عليها. ما نستعجلش، اللبن الطبيعي ما ينفعش خالص يا ام محمد مهما تخففيه، عايزين نجيب لبن صناعي نساعد به الطفل. ومصطفى اللي بتقول ان الطفل اللي عنده بقى 3 شهور تقريبا وكان عنده ديدان، طبعا اكتر ديدان بنشوفها. طيب ناخد الاتصال ده وبعدين نرد على مصطفى. اتفضلي يا مدام رحمه. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي ابني من هو دلوقتي عنده 9 شهور. اي فندم. ومن هو عنده 4 شهور ما بيعملش حمام الا اذا عملنا له اي وسيله، سواء مرهم او لبوس او يعني ادويه يعني ملينات وكده. اي فندم. حتى لو سبتيه يوم واتنين برضه ما بيعملش يا ممكن يوصل ل4 ايام ويبقى متألم وما يعرفش ينام، ودايما بيمت وبيعيط وبطنه تعبانه. طب الولد بيرضع طبيعي ولا بيرضع ايه؟ طبيعي. طب بدأت تأكليه ولا ما بياكلش؟ ايوه بدأت أكله من حوالي 3 شهور كده. 3 شهور والأكل كله خفيف والأكل واخده بالك النوعيات، الأكل مناسبة له والسن والكله ولا لأ؟ هو أنا الدكتور اللي أنا متابعة معاه عاطيني كده ورقة كراسه فيها الاغذيه، بديله مثلا شوربه خضار، بديله بدات اديله ظهر سمكه مشويه، حته فرخه، حاجات من دي يعني، ممكن برضو بطاطس مسلوقه. اي فهمت. عصير. الامساك عنده من اول ما اتولد ولا بقاله فتره وجيزه؟ هو كان طبيعي جدا، بيعمل حمام لحد بس ال4 شهور بدا بقى موضوع الحمام ده. بدا يعمل بصعوبه. بصعوبه، فالدكتور ادانا ملينات اللي هو الدفولاك وال النقط اللي هي اسمها بوكلاكس دي. اي فندم. ومشيت معاها بقى شويه برضه بيعمل حمام معاها، بعد كده برضه بدل بديله الميه ما يعملش حمام. بقول لك حضرتك الولد بيستجيب للادويه دي وبيعمل كويس وبيفضي بطنه ولا لا؟ بيفضي بطنه؟ طيب ماشي. لا يعني هو حتى لو عمل يا دكتور في مرات بيعمل بكميات يعني كويسه كبيره، ومرات حاجات بسيطه. طيب يا مرات. طب تابعيني وهرد على حضرتك ان شاء الله. حاضر. ماشي يا فندم. ماشي. بنرجع لام مصطفى اللي بتقول الطفل عنده ديدان، طبعا اكتر حاجه الديدان اللي احنا بنبقى قلقانين منها، وفعلا بتتنقل حتى لطفل صغير زي ده. طبعا طفل بيرضع ما اكلش حاجه متلوثه، اكتر حاجه ممكن تحصل الديدان الدبوسيه. الديدان الدبوسيه طبعا لو اي طفل زي اخوه ممكن يعديه بسهوله جدا، قلنا الديدان الدبوسيه اكتر حاجه بتعدي عن طريق الاكل والشرب، حتى عن طريق النفس. لان البويضات بتبقى بتطير زي البالون الصغير. بتبدا تطير، ممكن الطفل فعلا يحصل له عدوى. وكويس انها انتبهت ان الطفل فعلا قلقان وخدت الدواء، بس عايزينها تتابع وبندي جرعات وبندي لكل المحيطين بالطفل، كل المحيطين بياخدهم سواء كبار او صغار، وكل الحاجات الفرش اللي الطفل بينام عليه او الغيارات عايزينها كلها تتغلي، واللي ما يتغليش يتكوي، عشان الطفل بفضل الله عز وجل العدوى دي تنتهي من عنده تماما. طبعا ان الطفل فيه طفل بتقول ان الطفل كل ما يرضع يبقى قلقان وزمقان، طبعا كل ده بنشوفه عند بعض الاطفال. عشان كده بنقول الام دايما ساعات لو ما كانش ده سببه مغص او اضطراب في بطنه، وبندي له شويه مهدئات للبطن وللغازات والانتفاخات، وبنديها قبل الرضاعه، فممكن تبدا بيها غير ما يكون طبيعه الطفل، والام بتقدر تتحايل على الامر ده وتخلي الطفل وتهديه وترضعه من فضل الله.
ومحمل الطفل اللي عندها 9 شهور وعنده امساك، طبعا امساك مشكله وبيضايق الطفل جدا. طبعا احنا بنبدا نقول ان الطفل او الكبير عنده امساك لما يقعد اكتر من 48 ساعه، اكتر من يومين ما يعملش، او يكون بيعمل بصعوبه جدا وما بيفضيش بطنه، والبراز بقى بدا ينزل في صوره صلبه جدا، ده اللي بنسميه امساك. فطبعا كويس ان الطفل بدأت تديله الأدوية. بنبدأ ندي طفل، عايزين بدم بياكل نبقى نشوف النوعيات اللي بتبدأ تلين مع الطفل، كل الحاجات اللي فيها ألياف ومن ذلك بتحسن الحركة وتلين معاه. الملينات اللي بنديها بنحاول ندي ملينات طبيعية وندي لفترة طويلة عشان نبدأ نعود الطفل ونعود بطنه على الحركة الصحيحة، نبدأ يفضي ما يفوتش 48 ساعة اللي يكون مفضي بطنه، وكده بيخرج من الإسهال من الامساك ويبقى بطبيعته اللي بفضل الله تريح الطفل، لان الامساك بيتعب الاطفال والكبار كمان. وصلنا بيكم النهارده لنهايه حلقتنا، ولسه عندنا النزله المعويه والجفاف وازاي نعالجها في الحلقه القادمه ان شاء الله. هنلتقي ونتذاكر جميعا ونسمع كل استفساراتكم واسئلتكم، والى ان نلتقي نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.